أخبار اليوم. مهرجان الأرض والجمال مهرجان كله جمال وكله، وطبعا ده مش غريب على شعب لبنان انه يكون في باقة كبيرة ومميزة من خبراء التجميل وخبراء الجمال في العالم العربي كله. في كمان كان في عروض أزياء طبعا يمكن في الليلة اللي فاتت عن النهاردة، ولكن النهاردة في طبعا طرب وأكتر من نجم وأكتر من حدث، في تكريمات لمجموعة كبيرة جدا النهاردة من خبراء التجميل على مستوى العالم العربي. ويمكن أنا شخصيا بتكلم طبعا عن ما يخصني، حضور ملكة جمال العرب النهاردة ياسمين كضيفة شرف للمهرجان بحضور شركاء النجاح معانا اللي ساعدوا وشاركوا معانا، طبعا دكتور سعيد مناع، أستاذ عادل المصري، أستاذ حمادة السنوسي، مجموعة كبيرة من اللي كانوا معانا في نجاحنا في مصر مشاركنا كمان النهاردة هنا في مهرجان الأرض. عندي أكتر من مفاجأة. المفاجأة الأولى انضمام، في مفاجأتين، انضمام 2 من خبيرات التجميل الجميلات على مستوى العالم العربي. بالنسبة للأردن طبعا خبيرة التجميل العراقية الأردنية شازا البياتي هتكون موجودة كخبيرة تجميل في ملكات جمال العرب اللي هتتعمل إن شاء الله بالأردن، وطبعا كل يعني في الأردن والعراق فلسطين سوريا اللي هي تمت عمل اتفاقية ووكالة بها طبعا لخبير الأبراج والأستاذ الدكتور سعيد مناع، وكمان انضم لفريق العمل بتاعنا طبعا الأستاذة شازا. وده طبعا هتبقى مفاجأة سعيدة جدا لأن هي عندها خبرة جميلة جدا في ما يتعلق بالجمال العربي، هترسم لنا شكل جديد من الجمال العربي، وهيبقى فيه خط جميل من للجميلات في الأردن والعراق وفلسطين وسوريا. ويعني أنا طبعا برحب بيكي جدا جدا، وانضمامك ده شيء جميل جدا لينا، وطبعا إن شاء الله كمان هتكون في لجنة التحكيم معانا.